السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء. حلقة اليوم عندنا قطعة أرض جميلة ولله الحمد، مزروعة بصل جودته زي ما انتم شايفين روعة. مع بعض كده نعرف التفاصيل ونعرف السعر والمكان فين ووسيلة التواصل ازاي. يلا مع بعض. عندنا المكان قرية أبو هريرة بالفرافرة بالوادي الجديد، محافظة الوادي الجديد بجمهورية مصر العربية. عندنا حاجة كويسة، الحكومة ولله الحمد عاملة تملك لغير المصريين، فمرحبا بجميع الأشقاء من الدول العربية للاستثمار الزراعي في مصر. أرض جميلة زي ما انتم شايفين، البصل فيها جميل وحي ونظيف، يعني ما فيش فيه أمراض، وحلو جدا جدا. الأرض خصبة، المساحة 5 فدان، سعر الفدان 175,000 جنيه. الأوراق بتاعتها من هيئة استصلاح الأراضي، عليها قسط واحد للدولة لا يتعدى 3500 جنيه، ويبقى معاك العقد النهائي. هتقول لي طب أنا عايز العقد باسمي، أقول لك لما تيجي وتقابل صاحب الأرض وتتفاوض معاه وكل حاجة بالتراضي. الري عندك على 2 بير أعماق، ال2 بير أعماق عاملاهم الحكومة بعمق 750 متر، طاقة 80، غطس 80، وفي كمان مولد ديزل ما شاء الله تبارك الله، مية بتكفي صيف وشتاء. بس في عيب بقى، وانا دايما بحب اقول لكم العيوب اكتر من المميزات. ايه هي؟ ان انت لما تشتري الارض دي هتشتري ارض مالكش دعوة بالبصل، عايز تحاسب على البصل ليه كلام تاني، لكن انت بتاخد الارض الحلوة الجميلة دي اللي مزروعة بصل، الفدان ب175,000 جنيه. الراجل زرع ال5 فدان تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله، حاجة تفرح. والله عايز تشتري الارض وتشتري البصل اللي عليها، ده بالاتفاق، لكن احنا بنحب نقول لكم المتاح والجميل. الارض تزرع صيف وشتاء، ممكن تزرعها برسيم حجاز النهارده تبارك الله، الطن بيعمل 8,000 جنيه، الفدان بيجيب لك من طن ونص ل2 طن الا ربع او 2 طن. لو كلفك خدمته في الشهر او بين الحشه والحشه مثلا نقول 1500 جنيه، فبقيت المبلغ في ايدك وهتبقى الامور طيبه. انا شايف ان هي ارض فرصه ولقطه، سواء للاخوه المصريين اللي شغالين في الخارج، متوفر العماله اللي تقدر تراعي الارض بتاعتك، متوفر الخدمات، بينك وبين الطريق الرئيسي كيلو، الارض بتتروي غمر، ملكيه الارض وقانونيه الارض فوق الممتازه. انا شايف ان هي فرصه عظيمه جدا جدا. اللي عايز يتواصل معانا 011-0487-3348، ده عليه واتس واتصال هاتفي. اهم شيء سرعه اتخاذ القرار، ان دايما في ناس بتقعد تفكر كتير، لا انا عندي الاستثمار الزراعي في مصر النهارده هو الاستثمار الجيد والممتاز والمستمر. انتوا شايفين سوق العقارات شكله ايه، سوق الاراضي شكله ايه، لكن الاستثمار الزراعي هو الافضل والاحسن في بلدنا. مرحبا بكم جميعا. رقم التواصل تاني 011-0487-3348، منتظركم، وعندنا دايما كل جديد. مع الف سلامه.